screening with genetic counseling. But in genetic screening, people have three different levels of genetic screening. The adult screening, the prenatal screening, and the postnatal screening. And in adult screening, yani you are carrying out a genetic screening for an adult. You are making his genetic profile, you're studying his genes. If there is a certain recessive allele for a certain disease running in a family. If you have a couple who wants to have to get a baby, and they want to see if the baby, I mean, this is supposed to happen before marriage. وهو المفروض ان هو هنا obligatory بيتعمل في اي حته في العالم يعني هنا دلوقتي المفروض برضه عملوها ان obligatory قبل ما حد بيتجوز لازم بيعمل تحاليل معينه هم المفروض بيعملوا جيناتيك بروفايلنج بس هم طبعا ما بيعملوش بس هو المفروض نفس تتعمل يعني بيعملوها اكتر من الضرر عشان يشوفوا في صح خالية فاكيد ما بتتعملش يعني عشان يشوفوا لو هم عندهم ريسيسيف اليلز او كده فينبهوهم يقولوا لهم انتوا الاثنين مثلا يو ار كارينج ريسيسيف اليلز فور ذا سيستيك فايبروسيس وبعد كده المفروض يقعدوا بقى في الحاله دي مع الجيناتيك كونسلر والجيناتيك كونسلر يشرح لهم ده ايه؟ كنا الكلام ده عشان يشرح لهم الديزيز ده عباره عن ايه؟ والبروبلمز عباره عن ايه؟ والتشانسز ان هم يخلفوا بيبي سفرينج فروم ذيس ديزيز ايه؟ طيب لو هم ايه التشويسز بقى اللي عندهم؟ يعملوا ايه لو هم مش عايزين يخلفوا بيبي عنده سيستيك فايبروزز؟ ايه التشويسز اللي عندهم؟ ممكن يعملوا ان فيترو فيرتلايزيشن بحيث انهم يختاروا الجمايس اللي ما فيهاش القليل ده ويستعملوها في الفيرتلايزيشن. They give them solutions. بيتعمل مثلا لو ظهر مثلا حد في الفاميلي with a certain genetic disorder يعني مثلا for example في مثلا حد في الفاميلي ظهر عنده breast cancer فthey start to screen the rest of the females in the family sisters with mothers with daughters and so on كل ال close family they start to screen them for the two genes of the breast cancer هما بركة 1 وبركة 2 and they see if they are having they have this gene or not but if they have this gene they can start to target them with early treatment مثلا they might choose ان هم يعملوا mastectomy يشيلوا breast خلاص ويشيلوا الاوفرز والوترس and they have high chance ان يجيلهم من breast cancer but they might choose to do this ال prenatal screening بس يا جماعه ال prenatal screening اللي هم they are screening the fetus before birth يا اما بياخدوا سامبلز من البلاسنتا يا اما من الامنيوتيك فلويد و they screen the genetic profile بتاع البيبي يشوفوا لو هو عنده certain genetic disorder ولا لا ويبداوا يدوا لا بيبقى في early pregnancy ف they might choose to terminate the pregnancy they might choose to terminate the pregnancy عامة الحاجات دي كلها بيبقى لها ethical issues يعني في ناس good وفي ناس against. البوستنيتال سكريننج ان هو اول ما بيتولد البيبي بيعملوا جينات بروفايلنج عشان يشوفوا لو هو if he is carrying a certain genetic disorder but they target him with early treatment. Okay؟ بس برضه بيبقى عندك دايلما يعني مثلا for example لو حد مثلا is carrying the allele for Huntington. He wouldn't want to know it. I don't know. يعني ممكن بياخدوا cells من ال ovaries أو kidneys بتاعت ال hamsters and they use them. Okay? Using these cells has a very big advantage لأن هما they can make mass productions, it's easy to culture them لأن هما they need a very simple nutrient medium and they grow very quickly to produce mass productions. Using bacteria بالذات is a disadvantage لأن the bacteria is a prokaryote ما بيبقاش عندها بوجي. فما بتطلعش بروتينز in their 3D shape.
ما بتطلعش التيرشن ستراكشر بتاع البروتين التيرشن ستراكشر فده يجب to be treated somehow later on to give the tertiary and quaternary structure. ليش هتطلع الانسولين ازاي بتعملها؟ بتعمل سكريشن للانسولين فبتطلع على فكره الانسولين اصلا معمول من تو بوليبيبتايد شينز اي يو دي يعني هو عنده تو جينز فاللي احنا كنا بنعمله ده بيتعمل على التو جينز فهو الجين باكتس موجود في الدي ان اي بتاعها هو البكتيريا طول ما هي بتجرو كل الجينز بتاعتها بتبقى اكسبريس البكتيريا از سيكل سيل فكل الجينز الموجوده في الدي ان اي ار اكسبريس از ات جروز فطالما الجين از اكسبريس والامينو اسيدز موجوده هتعمل الانسولين